لا وانت السيد ده جدك يا سيدي عمال يزقلنا بالطوب يزقلنا بالطوب من بالليل. انا مش فاهمه ايه لازمه الثوره الصامته دي، ما يقدم مذكره بطلباته. هو معتصم ولا ممتنع عن الاكل ولا حاجه؟ تقريبا. وبعدين بقى؟ ما تقلقش، احنا بعتنا له متحدث رسمي باسم العائله عشان يعرف طلباته ايه. وحاتف عليهم زنازين وبراكين. زنازين ايه بس يا بابا ستو؟ طب ايه رايك تبيع الزنازين دي للسجن او تكسب فلوس بدل ما انت عمال تخسر كده؟ بس يا هبل بس يا هبل سجن بس يا هبل. طب قول لي بس يا عم، قول دلوقتي في حد داسلك على ديل؟ ولا ده انا ادوس على ديول عيلتك كلها. شباطش شباط زياده شباط. امال ايه بس اللي مشعرك كده يا عم بقى؟ انت بتنرفز عليا وبتعلي صوتك عليا يا اضم. هما دول الناس دول كانوا كل يوم بيبعتولي اربع حتت لحمه، النهارده بعتولي تلات حتت لحمه بس. ايه ده تلات حتت لحمه بس؟ يعني مفيش فراخ ولا كباب حله ولا حوشي؟ ولا تبقى تجي لي انت كل يوم انا احط لك شويه اكل واحط لك شويه سريس واحط لك شويه حب. حب؟ حب الشباب ولا حب العزيز؟ لا حب يضربك بقى. لا 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 لا. خش يا صرصار خش يا صرصار. ايه هتضربني ولا ايه؟ خش يا صرصار. ماشي ماشي. هي يا ابني مالك في ايه؟ لا مفيش، مرات عمي بس اسلامها الدمويه رد في وشي عشان كلت. يعني كلت؟ كلت ايه؟ دي رانيا هي اللي طبخانانا النهارده. يا حبيبي ليه تعمل في نفسك كده بقى؟ يا ريت يا ريت والله كلت ابو رانيا، ده انا كلت ضرب مربح من الراجل اللي ورايا. الراجل ده وبطش ما الحقيني الحقيني. ضرب مربح؟ انت لسه شفت حاجه يا صرصار؟ ماشي ماشي. وفين الواد اللي هفى اللي اسمه عادل؟ راح الشغل. مرات عمي والله العظيم انا دوله وحشني قوي والله. انا هروح له دلوقتي علشان نار دوله ولا جنه الراجل اللي هناك ده. وانا مرات عمي والله العظيم. ماشي ماشي يا بابا ستو ماشي. خد يا صرصار. ناولين المقاشة يا نعم، ناولين المقاشة. حاضر حاضر يا بابي. ايه يا رورو مالك حبيبي؟ واي ار يو سو نيرفس كده؟ اهو هو نيرفس ولشوفك يبقى نيرفس. وعارفة ولو الواحد كان نيرفس ولو ما يشوفك وانت عاملة ايه؟ ميرسي تي تري جونتي. طب ما تقومي كده بقى قمر يا حلو وتمشي قدامنا كده عشان الواحد يتفرج على الفيديو كليب. نوتي 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 بابي. وايه وانتوا فين الاكل امال؟ وبعدين انتوا قللتوا اللحمه بتاعتي وبعتين لي ثلاث حتت وليه؟ بس الفلوس على القد. طب على قدكم انتوا، لكن انا مالي. وانتوا هتورثوا هتورثوا هتورثوا، عارفين هتورثوا كام؟ كام كام؟ مين اللي قال كام؟ انا اللي قلت كام. انا اسفه انا اسفه ان انا قلت كام. هي الوليه دي تبع مين امال؟ حبيبي حبيبي تبعي انا انا انا. انا خلاص تغلط براحتها. جميل انت قمر يا عسل وطحينه، وهاتوا بقى ايه عيش سخن ونغمس. عارف يا بابي؟ انت عارف ايه؟ النفقه بتاعتي اتقطعت. هو هو مين اللي قطع امال؟ الموكوس سعيد طليقي. وطلعك امتى؟ وانتوا قلتولي انتوا قلتولي ولا قلتولي؟ الله، امال انا قاعده هنا ليه؟ قاعده هنا ليه بقى؟ انا هقول لك يا رورو يا حبيبي. اصلي الراجل اللي طلقها ورماها بره البيت كده بالجزماتوس، ها يعني قطع عليها النفقاتوس بتاعتها، وهي بقى عايزه واحد راجل بعدلات كده عشان يقف لها وعلشان ياخد حقها. برضه مش هتتجوزي بابي. وانا برضك بابي يعني. وهقفلها بقى طب وهقفله فين الراجل ده؟ هو عنوانه سبع شارع البرانسيون. برانسيون؟ واروح شارع البرانسيون؟ اروح شارع البرانسيون يجيلي شارع البرانسيون وانا اقفله شارع البرانسيون. ما هو بيخاف منك وبيهابك من يوم قرايه الفاتحه وبيعمل لك الف حساب. الف حساب؟ أي. والف وحساب وجغرافيا وحساب مسلسلات وتجاريه ويلا. يا مو
مش ممكن اعمل اللي انت بتقوليه ده. يا اختي ما تعمليش فيها الابنه الصالحه. يلا انا فعلا يا ماما ابنه صالحه. يا ربي وقلبي غضبانين عليك اليوم الدين لو ما سمعتيش كلامي. بصي سناء مش معقول كده. عايزه اقول لك حاجه، رضا الممهات اهم بكتير قوي من رضا البابهات. اسمعي كلام ماما. سناء لو انا كلمته مش هيسمع كلامي، ولو عادل كلمه هيفتكر ان في حاجه. يلا بقى. يا رب سامحني، يا رب سامحني، يا رب سامحني. يوه منطعي منطعي منطعي. ايه فين بس كده؟ النمره حبان عندها على الاي دي وهتعرف ان احنا طلبناها. مش مهم رودي. يا جزمه رودي يا دور رودي يا رمه، انت وايه اللي هتسرح ازاي؟ جزمه رمه لكن تهزقني. لا يا شيخه بقى. كرامتي يا ماما. هي دي. يلا الو. ايوه يا منطعي، ممكن اكلم بابا؟ يا زفت الدين مدعوقه بنتك يصطادوها من على الحيط بشمشم. انا جبني من على الحيطه بشمشم. انا ما بتجمش بشمشم يا ابني. لا ما بيلزقش. ايوه يا بابا. ايوه يا حبيبتي. بابا بموت يا بابا، بحتضر يا بابا، مش قادره يا بابا، انا سخنه، درجه حالتي 85. هات لي كيس فاكهه وتعالى زورني يا بابا، ده انا بنتك الوحيده. ايوه بس الفاكهه كده تتعبك. بقول لك حاجه، اسمعي، خد سبرنتين. بابا استنى استنى، كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا متصل عشان اقول لك اقول لك اقول لك في جمعيه يا بابا عاملينها ب 100 جنيه في الشهر لمده 80 شهر، ومش لاقيين حد يقبضها الاول. كده 10 دقايق وابقى عندك. اول ما عرف ان انا تعبانه ومش قادره قال لي جايلك طيران وهجيب لك معايا كل الفاكهه اللي انت بتحبيها. يا سلام، حنين يا نينو، بيحبني قوي اصله. بابا فينك بقى بركات؟ وفينك سعيد يا عمي؟ سعيد او سعيد. وفينك وفين ايامك؟ وفاكر والطاوله والطاوله وجهار وشيش وياك و... بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها لما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. واستعملت طبيب ولا ايه؟ وانا ببيع لك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى؟ وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عم سعيد. طيب خد يا بت، خد يا بت، انت يا مترنك، يا مترنك اخضر، تعال خد. مش فاهمه حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني يا لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمة للراجل الغريب اللي ما اعرفوش ده. لا لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل. لا متشكر. الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روحي يلا، روحي على الدوبك اجري، ومش عايز حد يلاقوه. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكة وبنسدد في ديونها لغاية دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع ورأي المثل، يا قرع رخ رخ على مطرة بنت خالتي. امال فين سناء؟ سناء بنت بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق. عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 لا، عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع. انت عارف منطعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك. عارف اعمل ايه؟ قلبه بجد؟ خد جزمته؟ الساعة؟ حتى سجاير والولاعة؟ وعلق حلمه على الشماعة؟ هو كان بيقلب محمد منير ولا ايه؟ أبا طبعا فرحان، أنا مالي يعني، يا جدي يقلب أبويا أنا مالي، المهم حد فيهم يتعور في حاجة. ماشي
سلام سلام. ايه يا دولة، هو بابا ستو ارتكب جريمة تانية؟ لا يا سيدي، قلب بابا وخد محفظته وخد كل حاجة معاه. قال طب وانت دولة بقى هتسكت ولا ايه؟ مش اشكالة نسكت ولا مسكتش، المشكلة ان بابا يسكت، ولو بابا سكت سلوى منطعي المشكلة ان هي اللي تسكت. هو فين؟ هو فين ابن دراتي اللي مش عارف ابعد عن سكتي؟ يا دهوتي يا دهوتي حبيبي. ايه ده، انت بتقولي شعر زي دولة؟ طب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك عامله كده ليه في شعرك؟ يعني انت جايه من فرنسا ولا ده مسبوغ ولا ايه؟ ده فاشون شوز يا حبيبي. ما انا بعد ما اكلت من ايد المدعوه امراتك شعري ضرب باظ اتبهدل، جبنا الباروكه دي وضربتها كده على دماغي. طب شفت، انت كلتي من ايد المدعوه امراتي مره واحده وحصل لك كده. انا باكل من ايديها بقالي 10 سنين ما صعبتش عليكي. يا حراميه يا نوار، انا مش همشي من هنا لما اخد الفلوس اللي قلبته فيها الراجل. فلوس ايه ده؟ بيقولوا لقوا في المحفظه بتاعته 40 جنيهات. يا سلام، والساعه الكازله والسونسيال والسلسله. السونسيال والسلسله؟ ده انت بتتكلمي فرنساوي زباله، انت كنت فين في فرنسا؟ بص بقى يا حبيبي، انا مش ماشيه من هنا الا لما اخد حق جوزي على داير مليل. طيب حضرتك خدي حقه من اللي خده منه مع جدي. لا حبيبي لا، انت طيب غلوب تيجي معايا سكه، انما التاني لا شرس. طب حضرتك يعني بصي من الاخر، يعني انا معيش فلوس. ايه ده ايه ده دولة، معكش فلوس ايه يا عم؟ انت خفت تحسد يا دولة؟ دي يا دولة مرات ابوك، يعني في مقام والدك والخال والدك. مقام ابويا بس يا لا رمزي، بس يا بص يا ست، معيش فلوس. حبيبي انا شم بقى ريحة استخفاف على استعباط على استحقاد. انت قلت ما معكش ايه يا دولة؟ قلت معيش فلوس حضرتك. ايه ايه يا دولة بقى بقى ايه يا عم؟ بطل كدب بقى، ده هو الكدب البانة في بقك. حضرتك والله انا في غايه الانعزار من دولة يعني، بس هو اكيد بيهزر على فكره. احنا حضرتك معانا فلوس كتير الحمد لله، ويا ريت تكفي. لحظه واحده، حضرتك محتاجه كام يعني؟ بتعمل ايه 4000 جنيه جنيه ينطح جنيه بسيط. اوعى يا عم يا كداب. اتفضلي 5000 جنيه وفي 1000 جنيه زياده علشان لو حصل اي كدب ولا حاجه وما تلاقيتنيش، انا تحت امر حضرتك. اسفخس عليكوا علم ما تجيش غير بضرب الكوتشي. سلام يا حبيبي. مع الف سلامة مع الف الحمد لله خرجتك من الازمة. هو انا دولة، ابقى اتعلم بقى حاجة مني بقى يا دولة بقى، الامانة سر النفاق. انا بحبك قوي يا لا رمزي، انت جميل يا لا. ربنا يخليك يا دول. انا على فكرة ماما كانت بتقول لي كده برضو، كانت بتقول لي يا رمزي انا ما خلفتش غيرك. وهي كانت خلفت غيرك؟ لا. رمزي انا مفروض بقى في حاجة زي اللي انت عملتها فيا دلوقتي وفلوس طلعتها وبتاع. مفروض اعمل فيك ايه؟ المفروض طبعا تضربني عشان انا عملت لك مصيبة كبيرة. مفروض اضربك؟ طب ايه رأيك بقى رمزي؟ انا مش هضربك. لا يا دولة لا لا، ما تقولش يا دولة اضربني بقى وخلصني يا دولة والنبي. مش هضربك يا رمزي. يا دولة اضربني بقى، اضربني اضربني. مش هضربك يا رمزي، مش هضربك وغور من خلقتي بدل ما اضربك. فعلا عتاب الندل اجتنابه. وانت بقى هتعمل ايه في الفلوس اللي خدتها منك البت القرعة دي؟ هات يا كروديا يا كروديا. ما انا جاي لك عشان كده يا جدي، يعني يا ريت نرجع لهم الحاجة اللي انت خدتها وناخد فلوسنا. ترجع لهم حاجتهم واحنا خدنا بينهم حاجة؟ احنا ما خدناش بينهم حاجة لحد. بص شفت شفت الساعة دي اللي هي كوسترايز توست؟ ايه ده، الله وريني كده. ايه ده يا عم، دي ساعة دي ب10 جنيه وهم مخدوا 5000 جنيه، يعني يجيبوا بهم 3 ساعات. بس يا دي اهبل يا اهبل يا اهبل. بابي اتصرف، دول خدوا كل حاجة واحنا ما خدناش حاجة، يعني هم اللي كسبانين. خلاص خلاص خلاص، وما تقلقوش، احنا هنعمل قعدة عرب بقى، وعرب بكل حتة، يعني عرب من ليبيا ومن الخليج وعرب، وعايزين عرب بالمغرب. انا مرة كنت في المغرب وكان وعرب يلا. شوف يا حاج رواش، انا اللي جابني هنا بعد المقلب السخيف اللي انا خدته منكم المره اللي فاتت ان انا بعزك جدا، ده بالاضافه ان انا جايب معايا البوبي جارد بتاعي. يا حبيبي واللي له شوف حاجه يعملها، واللي حصني كسرني واللي فسحني كسحني. حبيبي
اللي انت جايبها وعايزه مسمار في لسانها ويعني وزغبط ولولولو وحبيبي ايه ده؟ بص يا بابا جدو احنا اللي لينا حبيبي خلاص اخدناه خلاص. يا سلام وخلاص. طب وبنتي والنفقه وقفلها عشان النفقه؟ عندها المحاكم، تروح المحاكم، هناك في القاضي، يا قاضي يا قاضي اوووي حبيبي. وفي قاضي وفين ومحاكم وعيلتين وعيله واطيه وعيله واطيه ويروحوا محاكم وبوليس ولا يعني بص احنا بص نلعب دومنا، نلعب دومنا على الفلوس واللي يكسب ياخد الكرشينه ويلا. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ يمكن نخسر. مين اللي يخسر؟ ده انا مره وانا في المغرب وكان في 4 سحرة وجم لعبوني وتعبان ورحت اخد تعبان وديته. طيب هنعمل ايه يا منفع؟ لعبه ده بقى راجل اعمش يمكن نطلع بالشقه. عرسه جت في البيت، عرسه جت في البيت يا بابا. انا عرسه بقها. يلا العب. يلا يا حبيبي يلا خد سيف وكمان سيف. هات الواد. الله ده شبهك بالظبط، شبهك بالظبط يا بابا ست. بص بعدين وبعدين من طلع هنعمل ايه تاني؟ العب على البت، البت في الحلم دنيا. دنيا بنت اختي. دخلت في بقها تاني. خد سيف. السيف؟ سيف ابن اختي. خد سيف. خد سيف. هات البيت. البيت. الله كويس بقى ان الواد جه الاول عشان يشكمها البت دي. صحيح انت دايما كده حريق دمي. اسكتي شويه مفيش غيره. يلا خد سيف. سيف كمان. سيف وسيفه كمان. هات الشايب. شفت يا منطعي؟ احنا بنتقطع. انت حبيبي لوحدك اللي بتتقطع عشان انت موكس. اوعى انا اللي هلاعبه. خش عليه. هات الكوشينه حبيبي. بعيدي طبعا عشان الحاجات دي فيها حاجات ممكن تسرق يعني. وعايز الكوشينه وانا هلاعب واحد ست. وهاتي طيب وهاتي واحد على قدك بقى وهكسبك. هكسبك برضه. يعني وده كرم الضيافة عشان احنا كرم الضيافة او كرم الضيافة. وهاتي 7 ترفل وهغلبكوا ان شاء الله. احنا اللي غلبنا حبيبي. هقطعه ما انا منطعي. خدي طيب ادي اهو حقك ودول بتوعنا ويلا العبي. طيب عايز حق. اصبر اصبر اصبر. العبي العبي امسك دي. ايوه كده تعدل لي حبيبي. هاتي 5 6. ايه هاتي 5. طيب طب 5. هات حبيبي هات يا روحي. خد يا سعيد خد بين اغنيا. خد خد عشان تشوف بيها ال خد يا سعيد خد خد يا سعيد. ايه يا حبيبتي عندكم حاجة تانية لسه ما خسرتوهاش يا بابا جدو؟ هاي 5 قلب 5 و5 في وشك. يا حبيبتي كسبنا يا سعيد كسبنا. بصي يا نعم ما عندناش غير التلاجة بقى احنا هنلعب على التلاجة و يلا. لا يا بابي انا هلعب على ده كان هداهولي المحروس. هلعب عليه يا تاخديه يا تخسري كل حاجة. هموكس كنت بتهديها يا حبيبي عملي لفيف ماشي. بقول لك ايه يا حبيبتي انا ما بحبش حاجه جوزي تبط بره في ايد حد غريب.
يكسبه يخسر كل حاجة. ولو خسرتي يا حبيبتي هناخد الباروكة. فرصة يدبسوا في قصتها. يلا عزيزي. حاضر حبيبتي. ها والله بس عشان ما اعرفش امشي وهاتوا الفلوس كلها والا الباروكه الا الباروكه. اوعى ولا اوعى ولا امشي اوعى الحق يا سعيد. اهلا اهلا ازيك يا بابا؟ بابا انت خليت فيها بابا؟ طب وانا مالي؟ طب يا بابا طيب انت مالكش دعوه، انما جدك السوسه ده الله يجازيه كسر شمختي وعر راس منطعي. يرضيك يا استاذ عادل ان هم يزفوني في الشارع ويحدفوني ببذر الزيتون ويقولوا الولية المهروشه هي الولية المهروشه هي. ولا مالك انت؟ مالك يرضيني ما يرضنيش طبعا يعني. طب وانا اعمل ايه؟ طيب خدوا كل حاجه ورجعوا لي كبريائي، ده شعر المراه يفقد جمالها. يفقد ايه الانتخابات اللي دخلاها دي؟ عارف يا عادل، انا من ساعة ما خدت الباروكة بتاعت منطعي والله يا ابني ما انا عارف ابصلها من انهي ناحية. انا لو منك يعني ما بصلهاش يعني. طب حضرتك يعني يا بابا بص، احنا ممكن نرجع لها الباروكة ونرجع لها كبريائها واليوفط وكل حاجة، بس عندنا شروط. انا موافق على الشروط، بس ارجوكوا رجعوا باروكة منطعي. حاضر يا بابا، هنرجع لها الباروكه ونرجع لها الكبرياء ونشوف العيال كمان اللي كانوا ماشيين وراها وبيقولوا كانوا بيقولوا ايه؟ الوليه المعروشه هي الوليه المعروشه. ولا 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 انت تعرف مين العيال اللي عملوا كده؟ ايوه دول لما انا كنت معاهم. يا جماعه حرام عليكم، اقفلوا الشباك اللي مدخل الشجرة اللي هتموتني دي. تيتي يا بيبي ده انا رانيا يا حبيبي مش الشجرة. رانيا بصحيك. رانيا وايه اللي في ايدك ده؟ وايه انت ملبسها الاوضة اخضر فاخضر ولا ايه؟ ايه رأيك في المفاجأة الجامدة دي؟ هي مفاجأة بس مش لازم تكون جامدة يعني. خص عليك يا عادل ازاي؟ ده انا شفت في البروجرام بتاع دهاليز النباتات ان الزرع والشجر مهم جدا جدا لشجرة العائلة الكريمة. وفي عيلة كريمة ساكنة مع العيلة كلها ملمومة معانا هنا في نفس القصرية. طب ايه رأيك بقى ان انا سمعت ان عدم وجود الزرع في البيت بتخلي العلاقات الاسرية تذبل وتفنى. طب وايه رأيك ان انا لو ما كملتش نوم انا اللي ممكن اذبل وافنى؟ تصبح على خير. يا ابني احنا الصبح. قوم خليكي في حالك يا رانيا. الله ايه تقصدي ايه يا رانيا بقى؟ ما قصدكيش يا سنه. الله بقى بحسب ايه في ايه في ايه؟ عمالين بتخانقوا ليه مع بعض ساعه الصبحيه؟ وبعدين ايه ده؟ ايه الزرع ده يا رانيا؟ انت نقلت الزرع لحقتي؟ لحقتي نقلتيه من الاوضه لغايه هنا؟ لا مش الزرع بتاعي يا حبيبي، دي اختك اللي اشترت الزرع ده كله علشان تقلدني. القلوده. انا قلوده وتريقي قلوده في وش اخويا واقف. خلاص يا سناء. اما لو اخويا غايب هتعملي ايه؟ اوعى بقى. خلاص. وبعدين فعلا هي ما عندهاش اي حاجه غلط في اللي بتقول انت، فعلا قلوده. مين قال كده بقى ان انا قلوده؟ ايوه قلوده. ليه ناس يا هانم؟ اما انا كنت بنزل العب كوره وانا صغير وكنت تحبي تقلديني وتنزلي تلعبي زي اجا، هتخانق مع العيال مثلا واضربهم ولا يضربوني تقوم انت متخانقه معاهم وضرباهم. فاكره ضرباهم عشان بدافع عنك، بحامي عنك. العيال كانت بتضربك وانا اللي بدافع عنك. ده العيال كانت بتحترمك في الشارع عشان انت اخويا. اوعى. عشان اخوك ايه؟ يقول اخو سناء. اخو سناء يا بت بقول لك ايه، ما تضايقنيش وخلاص، انت فعلا قلوده. طب ناسيه لما انا دقني ابتدت تطلع شويه كده وانت كنت مضايقه عشان دقنك ما طلعتش وكان نفسك في شنب؟ انا ايوه انت. ايه يا عادل بتزعق ليه؟ ماما البيه زعلان وبينصر مراته عليا عشان قال ايه انا جبت زرع. ليه يا عادل؟ ما مراتك جابت زرع. لا سوري، زرع عن زرع يفرق. ماله زرعنا يا حبيبتي؟ خليكي في زرعتك يا حبيبتي. الله 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 الله، هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وانا واقف؟ خلاص مفيش خشه ولا حياه ابدا. وبعدين يا جماعه ما ينفعش الكلام ده ابدا، والزرع اللي انت عماله بتقولي لي حضرتك مجرد وجود الزرع في البيت بيخلي الحياه الاسريه مش عارف عامله ازاي. فين الحياه الاسريه؟ تعالوا يا رجالات، تعالوا. عليك يا مامي انقذتيني، خش عليهم.
انا جبت لكم شويه زركم بلوشن في اللوشن ما شفتوش قبل كده في حياتكم خالص. وكده هيبقى الزرع بتاعي اكتر من بتاعكم في اللوشن. وهنشوف بقى زرع مين اللي هينتصر على التاني. ايوه حلاوه شمسنا. عاملين فيها الثلاثي امبارح ايه؟ جايبين تعزيزات زرعيه من بره ولا ايه؟ شايفه يا ماما جابوا زرع اكتر واحلى من زرعنا يا ماما. ولا يهمك يا حبيبتي، زرعنا ان شاء الله هيبقى احسن. ثانية واحدة يا ماما. ابعدوا. تعالوا يا رجالة ادخل حط البتاع هنا. يلا اتفضلوا. يا بلديون حتى الزرع. بلديون ده ايه اللي انتوا عاملينه ده يا ماما؟ انت كمان جايبه تعزيزات من بره؟ ده كده بدات حرب الزرع بقى. ده زرع الغيط كله. وهكذا بدات حرب البساتين. انت قاعد متنح ومغرق الدنيا كده ليه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يالا؟ مش عارف يا دولا، الموضوع ده محيرني خالص يا دولا. يا ابني انت في حاجه بتحيرك ابدا؟ ده انت اللي محير مصر كلها يا ابني. يا دولا بص يا دولا، انا البصله دي يعني يا عم حطيتها في البطرمان دون، وحطت القطنه وحطت كل حاجه دولا، وبردك لسه ما زرعتش. عايز تزرع ولا بتخليها؟ لا يا دولا زرع طبعا يا عم. تخلي ليه يا عم؟ طب وقفل البرطمان ليه يا دولا؟ عشان ما تتسرقش. يا سلام يا ابو الزكاوه كلها، وكنت فين لما ست تماثيل اتسرقوا قدام عينك امبارح؟ خاف على البصله. وبعدين علمك بقى، ممكن البصله دي تتسرق بالبرطمان كله. ايه ده بجد يا دولا؟ طبعا بجد يا ابني، ولعلمك عمرها كده ما تزرع. ليه يا دولا ما تزرعش؟ ليه يا عم بقى ما تفولش بقى؟ لانك مش مقشرها يا اهبل، لازم تقشر البصله. يعني فكرك يا دولا لو زرعتها يعني القشره هيطلع؟ هيطلع في دماغك. وساعتها بقى تجيب شامبو وميه نار عشان تتخلص من القشر، مش هتعرف. لا يا عم مالناش دعوه احنا بالحاجات دي، يعني سيبك من البصله يا دولا. المهم بقى في دي يا دولا، الحاجه اللي مجنناني يا دولا الزرعه بتاعه الحلبه وبتاعه الفول دي، انا حاططها في القطن وحاطط كل حاجه، القطن المبلبل كده هون، وزي ما الكتاب بيقول اللي هو كمان باين بشكل ده. ايه كمان باين بشكل ده؟ دولا مكتوب في الكتاب كده هون، الزرعتين ورسمين كده وقايلين تحت كمان باين بشكل وسهم. يا هبل، كما مبين بالشكل، كما مبين بشكل. وكتاب ايه ده؟ كتاب الزراعة يا عم بتاع ياسمين بنتك. ياسمين، هي ياسمين السبب في ظهور الزرع في البيت وفي البازار. دول انا خلاص بقى جاتلي فكرة دول. انا بص بقى، علشان الزرع ده يطلع حلو قوي، انا هحط على القطن ده مكراكرون ولا سبغ التبغ؟ حط سبغ الجزم يالا. لا دول ما انا ما عنديش جزم يا عم. طبعا الجزم كلها حطيتها في دماغك. دول انا خلاص يا عم، انا هحط بقى كده هون مكركرون علشان بقى الزرعه ما تموتش. ماشي، وبقى شيء يعني بص، شيل شويه مكركروم على جنب كده اهو، شويه شاش وقطن هحتاجهم. هتحتاجهم في ايه دول؟ عشان ما تتبطح. هتبطح ازاي دول؟ انا اوريك ازاي تتبطح. تعالى لا دول لا خلاص. ايه ده هي الجنينه بتفتح لحد دلوقتي؟ ويا ترى بقى فين الحيوانات؟ دي باين عليها غابه مفتوحه. بتقول حاجه يا عادل؟ لا يا ست ما بقولش. ويا ترى بقى قطي سبتوها زي ما هي ولا حولتوها لقط الجنايني؟ على ذكر الجنايني فكرتني يا عادل، احنا فعلا محتاجين لجنايني. لا انتوا مش عايزين جنايني، انتوا عايزين انفار يلموا الدوده يا ماما. عادل كويس ان انت جيت عشان تشوف عامل لاختك الزفته سناء. من غير ما اعرف هي اللي غلطانه طبعا. شكرا. من امتى وانت بتنصرني على اي حد حتى مراتك؟ انا هقول لك عملت ايه. عارف عملت ايه؟ سممت لي شجره الفيكس بتاعتي الغلبانه. ايه ده؟ معقوله يا سناء؟ امال هناكل طماطم منين دلوقتي؟ انا عملت كده ليه؟ بعد ما هي شدت شجره ودن الفيل بتاعتي بوظتها لي. لا 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 لا، ما انا عملت كده برضو علشان هي قطعت لي شجره البوتس والياسمين بتاعتي. لا الا شجره الياسمين، ده شجره الياسمين دي الوحيده اللي بتضلل عليا حياتي. حرام عليك يا سناء. حرمت عليك عيشتك، الهبل اللي انت فيه ده والعبط اللي انت فيه من جوازتك من واحده زي دي. بصي بقى انا هتكلم بصدر رحب علشان انا جوزي واقفه في حمايته دلوقتي. بصي بقى، بتلي اسلوبك المتسلق بتاع شجره اللبلاب اللي بتطلع على الحيطه يا سناء في بيتي. لبلاب؟ تقصدي يا رانيا؟ ما تبكيش يا زفته.
أيوة. خلاص 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 وبعدين وبعدين راعوا نحن واقفين. لا 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 زرع بتاعتي انا. بتاعتي بقول لك بتاعتي انا. لا بتاعتي انا. انا عايز اعرف بقى انت كنت كاتبه عليها اسمك؟ لا يا حبيبتي بس زرع دي خضرة لكن انت زرعتك صفرة ودبلانه. بتاعتي انا اللي هاخدها. بقول لك بتاعتي. سيبيها سيبيها يا جماعه يا جماعه حرام عليك. انا اللي هضرب ايه البيت كله. اقنعها هاتي هاتي بعد اذنك. في ايه في ايه يا ماما؟ عاجبك حماتك تاخدوا الزرع بتاعتي؟ لا بقى انت كذوبه خالص لان الزرع دي بتاعتي انا. زرع بتاعتك انت ماتت من زمان وعايزه تستلمي الزرع بتاعتي يا حراميايا. انا حراميايا. انا حراميايا. انا حراميايا. حبيبتي مامتي حراميايا يلي شبه شجره البلوط. انا بلوط يا بلوطه. انت عامله زي شجره التين الشوكي. دي شوكي. بس يا بلوطه يا سلامه تزعليش مامتي. تاخدي يا رنا. ما سكتوش هجيب لكم امن الجنينه. يا امن يا امن يا جنينه. يا رانيا رانيا يا رانيا. بس بقى بس بقى مش عارفه انام من زنك. مش عارفه تنام من زن انا ولا من زن ناموسي. انا مش فاهم ازاي نايمه في وسط الناموس ده كله وقرص وزنه ده. انا مش فاهم. يا عادل اللي انت بتقوله ده عيب عليك يا عادل. كده اللي يسمعك يقول ايه وانت بتتكلم عن الناموس بالحاجات الوحشه دي؟ ده الناموس يا ابني بيعمل البشره الكويسه. بيعملوا ماسكات على البشره وبيجدد الدوره الدمويه في الجسم كله. انا بيجدد عندي الدوره الدمويه. انا بموت من العياط. هموت من العياط من كتر الناموس ومن كتر القرص اللي فيا. وصوت ايه ده كمان؟ ده ايه ده؟ صوت الضفادع ده رومانسي وعاطفي في منتهى الرقه. والضفادع دي جت منين؟ هو انا ما قلتلكش مش انا نزلت جبت 12 ضفدع عشان انا قريت في كتاب من وفق زرعتين في الحلال ان الضفادع بيعمل نمو وتكاثر للزرع في البيت. تكاثر ايه اكتر من التكاثر اللي عندنا؟ ده احنا باب الشقه مش عارفين نفتحه من كتر الزرع. يا سلام. مش انا قلت لك يا هانم الباب بره مليان زرع ما بيتقفلش؟ يا سلام هو ده اللي همكم؟ ها يا عالم حرام عليكم. طبعا نايمين ومروقين ومسجين وفن مش دارين من ناموس اللي قاعد يقرص فينا. لا نافع مع رش ولا نافع مع بحر. يا عالم حرام عليكم. ناموس ناموس ناموس. لا ولا ضفادع طالعه نازله السلالم وماليه العماره كلها. وغير ايه؟ لا لها شرقي ولا لها صاحب. وكي صوتها بقى صوتها مش عارفه انام. اي 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 طول الليل. يا ام ميرفا تسيبك انت من الكلام ده كله. انت ازاي تدخلي علينا الجنينه هنا اهو من غير ما تقطعي تذكره؟ هي الجنينه دي ملهاش راجل ولا ايه؟ قلت لي بقى يا دولا البيت بقى كله جنينه؟ بقى كله جنينه والجنينه مقدور عليها. البيت بقى كله ناموس يا رمزي. دولا هو كل القرص دون من ناموسه؟ ناموسي ايه يا اهبل؟ ده جيش ناموس. وقال لك يلا عادل سعيد اهو اهجم كله على القرص يا رمزي. معلش يا دولا معلش والله. بس على فكره بقى دولا اكيد اللي قرصك ده اكيد اكيد يعني ناموس. يا امال انا بقول ايه من قوم يلا قوم يلا من خلقت يلا قوم يلا من خلقت. معلش يا دولا بقى بالناموس ده بقى معلش. إيه لو سمحت يا عم بتاع الزرع انت تعالى. نادى على مين يا بتاع الزرع دول؟ عايز اساله الزرعه بتاعت اللي في البازار ما زرعتش ليه يا عم؟ امور يا باشا. بعد اذنك يعني ابعد الزرع ده عني عشان مش ناقص ناموس زي ما انت شايف اهو. دي الزرع ده ما بيلمش ناموس. امال ايه يعني ما بيلمش ناموس؟ امال بيعمل ايه؟ دي زرع اصطناعي. اصطناعي اصطناعي بيفكرني بالناموس برضو. بعيده عني. لو سمحت يا عم هات لي واحده بس لو سمحت. دول ادفع له بقى 20 جنيه. 20 جنيه في زرع صناعي؟ امال لو طبيعي يبقى بكام؟ ده الطبيعي بيعدي يا بيه. ده توصل الواحده 50 جنيه. انت بتزعلي ليه؟ 50 جنيه. طب واللي عنده مثلا كميه زرع حوالي 500 زرعه؟ 500 زرعه يا سواد السواد ده ممكن يفتح بنك ائتمان زراعي ولا مشتل. انت ما بتزعلي ليه يا عم؟ بتزعلي ليه؟ مشتل مشتل هو ده 500 زرعة في 50 جنيه حوالي 25,000 جنيه. يا دولة معاك 25,000 جنيه ومستخسر فيه 20 جنيه يا دولة؟ لا 20 جنيه مش قضية. بس هو الفكرة بتاعت المشتل هي دي فكرة. اللي بقولك يا دولة هو أنا الزرعة دي يعني بقى أسقيها كل 3 أيام؟ يهبل يهبل زرع صناعي تسقيه كل 3 أيام؟ صناعي يهبل اسقيه كل ما يعطش. الله ينور عليك. ده أنا ما كنتش أعرف يا أخي ما تجيب 20 جنيه. اتفضل يا سيدي.
اتفضل ادي ال 20 جنيه. ولا رمزي طلع لسانك، طلع لسانك. ايه ده دولة ده؟ اهم حاجة عرفت اسعار البضاعة اللي موجودة هنا ولا زي البازار؟ ايهيش حال ما كنت عارفني. انت بتعملي فيها فلاح؟ ما انا عشان عارفك، عارف ان انت هتبوظ كل حاجة. اهم حاجة يالا الزرع ده يخرب بيتك، يخرب بيتك. الزرع ناشف يالا، انت ما سقيتوش بقالك يومين شكلك كده. ايه دولة؟ ما عادي يا عم، انا الزرع اللي عندي في البازار يا دولة اللي شاريها من عند الراجل بقالي اسبوع يا عم، ما سقيتهاش ولسه خضرة وما نفشتش. يهبل يهبل، الزرع اللي انت واخدها من الراجل دي بلاستيك، يعني اكيد الراجل سقاها قبل ما يبيعها لك يهبل. اه تصدق صح. ايه ايه يا حبيبي في ايه؟ هو انت استحليت حكايه الزرع ولزقت فيها؟ معلش يا رانيا ما تزعليش نفسك، هو عادل كده بقاله كام يوم قلوده قلوده غتيتي حبيبتي يا رانيا. حبيبتي يا رانيا متهيألي غريبة دي شوية سناء. لا لا ما خلاص، سيبنيه سيبنيه حبيبي، احنا عملنا معاهدة سلام وعملنا تصالحات مع بعض وكده، احنا كلنا بنحب بعضنا عشان كده مفيش داعي للزرع ده. مفيش داعي للزرع ده؟ لا بقول لكم ايه، انا الزرع دلوقتي ده بقى مشروعي، وبعدين الحمد لله خلاص ربنا قدرني ودفعت لكم ثمنه 5000 جنيه، عايزين ايه تاني؟ ما احنا ما اختلفناش يا عادل، عادي الزرع ده كنا جايبينه عشان مهمة معينة وخلصت، والحرب الحمد لله بقت سلام زي ما قالت مجيدة هانم. يا سلام، اعتبروني يا ستي من قوات حفظ السلام، بس الزرع ده مش هيمشي من هنا غير لما يتباع ان شاء الله، لان انا حاطط فيه كل فلوسي وكل ما املك. بس عادل عادل، الناموس اكل وشاتنا كلها. وشاتكم مفيش اي مشكلة عليها من الناموس، وخصوصا ان الناموس ده قرص وبيعتبر علاج، مش كده ولا يا رانيا؟ ايوه يا بيبي، بس انا مش بعرف انام من الاصوات. الضفادع ثم هي قاعده عماله تعمل اصوات غريبه. ما هي ضفادع، عايز الضفادع تقول سيو 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 سيو، ما معروفه الضفادع بتقول ايه. وبعدين الضفادع دي انا عاملها في مزرعه مخصوص عشان اصدرها لفرنسا، محل بيقدم الضفادع هناك اسمه الضفدع البريه. مش معقوله يا عادل البيت يتحول لمشتل، والرايح والجاي ورايح جاي يخش ويدخل يخش ويدخل. ايوه فكرتيني بالنسبه للرايح واللي جاي. ولا رمزي ايوه دول عملت اليافطه يالا بتاعت ان هنا مشتل والنبي. ايه من اول امبارح. طب كويس يالا كويس، عشان نبيع بقى ونكسب يالا. وعايز كمان بقى اعمل ترعة يالا ما بين الحمام والمطبخ، بس عايزك بقى في الترعة دي تختص فيها كل يوم كل يوم. ليه يا دولة؟ عشان يجيلك بالهرسة ونخلص منك يالا. مساء الخير. احسن نور. اهلا وسهلا بشاري الزباين، هل تهي يالا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. إيه انا اسمي حسن، وانا جيت مخصوص انا وخطيبتي نعيمة عشان اشتري من المشتى بتاع زرعة الحب الصافي. يا سلام، زرعة الحب الصافي عينيا ليك. وانا رمزي. ايوه يا عمدي. عايزك بسرعة تخش تحت الدولاب عندي، هتلاقي في زرعة صغيرة كده اهو اسمها زرعة الحب الصافي، تصفيها من البذر اللي فيها وتجيبها على طول. عينيا يا عمدة، عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الشمس. وعايزين كمان زرعة الزهور المتسلقة. زرعة الزهور المتسلقة، واضح إن ذوق حضرتك هايل. ولا رمزي. أيوة يا عمدة. هتلاقي فوق الدولاب زرعة الزهور المتسلقة على الدولاب، هاتها قبل ما تطلع الدور اللي فوق بسرعة. على حضرتك الحساب 100 جنيه. يا اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. شكرا. بس لو سمحت كوبايه ماي ساقعه. قوي قوي عناية ليك. اتفضل اتفضل اتفضلوا. بنت رانيا. ايوه يا حبيبتي. يقول لك رانيا يا غبي يا غبي. ايه يا عادل؟ رانيا عايزين كوبايه ميه واثنين ليمون لو سمحت. يا سلام من عناية يا حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين استاذ حسن واستاذه نعيمه. ادي الليمون وادي المية يا بيبي، اشربوا بقى. الحمد لله وقع من فوق الدولاب. يا سلام، 25000 جنيه من زبون واحد بس يا رمزي. يا بختك يا دولة يا بختك يا عم، انما انا بقى الزرعة دي قاعدة في قرابيزي محدش راضي يشتريها يا دولة. يا ابني اذا كان محدش راضي ياخدك انت فوق البيعة بتاعت الزرع كله، عامل لك ايه؟ ما انت رجعت تاني يا رمزي، عامل لك ايه؟ يلا يلا الحمد لله الحمد لله.
ايه ده؟ في ايه؟ انت اللي بعت الزرع للعيال دي؟ لا حضرتك مش انا، ده الواد ده. بس يا دول عنك انت يا عم، تقلقش يا دول، انا بقى ابن عمك رمزي هيشيل عنك كل القضيه دول. بس وصيتك دول الزرعه دي والنبي. ها خير يا عم؟ انت اللي بعت الزرع ده؟ لا مش انا، ده دول. هو ده بقى شيل عنك واوعى وحوش. ماشي ماشي انا هتصرف. خير حضرتك؟ انا عايز اعرف مين اللي باع الزرع للعيال دي. حضرتك انا اللي بعت الزرع لحسن ونعيمه. ايه اللي حصل؟ هات الفلوس احسن لك، وخد الزرع الدبلان بتاعك ده، انا محمله بره في 3 عربيات نقل موجودين تحت. حضرتك ليه بس؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا بقى مش مجوز حسن لنعيمه. ليه يعني؟ هو عشان شغال مغنوات يعني؟ لا انا دي جي. حضرتك في ايه بس؟ هات الفلوس احسن لك. طب ما فيش امل بس يعني نصلح بين حسن ونعيمه؟ قلت لا، هات الفلوس. ماشي ماشي حضرتك، خد الفلوس، وممكن حضرتك كمان تاخد الزرعه دي فوق البيعه. ها؟ لا يا دوله دي زرعتي يا دوله. يبقى خد الواد ده فوق الزرعه دي. يلا معايا، يلا قدامي. الحاني يا عمي. يلا قدامي. يلا انا مع شيخ الغفر. هلا الاسبوع ده من السنين للسنين. عشان تعدوا بس الجمال اللي عليكم، لولا شقه اختي اللي في اسكندريه كان زمانكم صيفتوا السنه دي في الحمام. ايه جريتون، في يا طنط حياتك عامله خير فينا؟ إيه؟ طنط انعام بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ ايه الشر في ان احنا نزل فيكم؟ ده الخير كله ان احنا نزل فيكم. ايه رايك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي انتوا فالحين فيه. كاش مايو؟ مفيش كاش ماني. ماما ماما لقيت الجردل والجاروح بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياة يا حبيبتي. اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه، كان جوه البحر. كان كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله. تي تي تي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكرة انا معايا مفتاح شاليه واحدة صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وان شاء الله احنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. انا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطيلي النظارة بتاعت المية دي، عشان تعرفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الاحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الاحياء الشعبية ان شاء الله. وانت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ انا على طول بحب اتفرج على الاحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة اخر مرة صيفنا فيها؟ ايوه حبيبي، كنت في الاعدادية. بصرف النظر، مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يومي حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسياتوس. بصي، بعيدا عن الشمسياتوس والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول. انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله، ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل؟ دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله انا قلت لكم من الاول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. ايه 500 جنيه؟ انا يا رمزي. يا رمزي مالك يالا؟ الحقنة دولة، انا خلاص بموت بموت يا دولة، كل حتة في جسمي بتوجعني. ايه اللي حصل؟ اجيب لك دكتور. ايه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولة بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولة. ده ايه اللي زي ده؟ وهنا يا دولة بيوجعني. ده المخي. لا ده مش اشكال، ممكن يا دولة انا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا دي مش بتوجعك. لا ولا دي؟ لا يا دولة. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولة صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا لا يا دولة بقى. لا لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون
دي اخر ليله ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي، عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من مصيف النهارده. جايين من مصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينة؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله حد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، العربيات النقل دي، عدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. اي خدمه معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده؟ اللي انت كنتش عارف ان هو اللي بيوجعك. دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه، بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع لجوش. يا دولا فاكر؟ مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زي ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم سته بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكره انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين؟ رانيا يا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور؟ ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حمادي. طب وال500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 أيام مش أسبوع. يا سلام، دي بقى كل أمنياتي. ويوم الحد تجنى يوم أجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع ألبس نظارة البحر بتاعتك؟ طبعا يا أعز بناتي. أبي عادل، وأنا كمان عاوزة. بس بقى كفاية طلباتي. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، الميكروباص مستنيك يوديكوا المحطة. توحشيني يا راني. بابا أنا لابسة المايو تحت الهدوم عشان أول ما أروح البحر على طول. برافو عليكي، برافو يا ياسمينة. يلا باي 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 يا ماما. ولا رمزي وصلوا كل الشنط وصلوا ونطلع على البازار. يلا حاضر يا دولا، بسرعه بسرعه. حاضر يا دولا بتاع ده، خد ده اطلع خد، مش اشكال. اخيرا الغتيت اللي جاي دلوقتي ده. ايوه. دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم. انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده اهو يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا يا اطلع على البازار يا ايه اللي جابك؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا ليه دولا بس، ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، ما ابوها سالني برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. دولا طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى، لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطه يا دولا، عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين.
جايب بوقتك معاك يلا، ده انت مستعد. يا دولا قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اه دولا كده لا ارى كده لا تفهم. أخيراً سريري، ياه بقيت لوحدة أنا والسرير. أنا وإنت يا سريري دون عزول من الأمس، أهمس إليك وتهمس إلي حتى نملأ الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار أبيض، ده أنا هيطلع مني كمية أشعار. يا خبر أبيض، وأنام براحتي ومحدش معايا. أنا وإنت يا سريري من الأمس. إيه ده؟ ياه، الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. أبدأ بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه؟ يا مزمزيل، انا ما سالتش الساعه كام، انا عايز اعرف اسمي. برضه هتقعد تقول الساعه كام؟ بص بقى من الاخر، انا معجب بيك. وحضرتك مرتبطه؟ طيب يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعه كام؟ ولا بيكلم مين يا دولا؟ لا لا لا، ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبه بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل يالا؟ الساعه اتصلت بيك انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عم مكتوب باسمك ايه، هو ابنك. انت بتشوح. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا هو على الغدا، وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل. بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا، انا طلعت لك بقى من التلاجة فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده، وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول. لا جدع يا عشان نوفر. صح يا صح. جاي تخرب بيتي انا، جاي تخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا. لا ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا. ارجع على البازار اقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحث. صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا معلمين. اتفضل ادي يا فتله. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا معلمين. ربنا يخليك. اهم حاجه جدوا الافلام. اكيد يا معلم، جيب لك فيلم 3 شورتيات فور. الله طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ طيب يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القطه. الله الله، ده بتاع مين ده؟ دي حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفنس برجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. ده احنا ايه فضل ده يا حيوان. نعم انا سنوكر الجاهل. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب العيال دي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك. حقك ايه يالا؟ انت ليك حاجه في البيت ده يا ابني كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما طردهم انا. يلا دولا دولا، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي. يا دولا انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي، انا هخش الاوضه دلوقتي اريح. هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركم انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديقك وفين صباعك؟ اهو يا دولا. ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا. اي 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 اي، اعمل ايدك كده يلا. اي اي خلصت منهم، طلع لي زفت كتير رمزي. يا سريري يا سريري. دولا دولا ايه
مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. يا دولة بقى، يا دولة بقى وتخبط نفسك. يخرب بيتاق الحسابك يا رامز تاقل. عايز ايه؟ يا دولة انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله، علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تقل. ووفي يالا بتنفخ. طب انفخ مرة تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولة معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. انصح انصح. اه تعمليش اقلبخات. والله ما انا سايب. اللي اقول عليه يمشي يا فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستقبلوا بتجروا ورا بعض كده في الصلاة؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو. استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا. الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. اه وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله. اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ها ماشي يا دوله. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات عين على ما تفرج. بس ده انا حاوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف. انا مش هي دي الشرايط؟ انا هدب ايدي في الشنطه الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي يا دول. طب دوله انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني؟ انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. انت مو اشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخلي كده شويه ده بيتي اصلا يعني. دول يا حبيبي ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح اغسلال يا عم انت. اه وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تتطين زي ما هدومكم طينه كده. ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم. ايه خلاص؟ لا في خير ولا في بركه ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولة ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. اه ده عشان تخربوا بيتي زيادة ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم. ما تفتح بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه بكيا. احنا بتوع البكيا. لا متشكر يا حاج. شكرا مش عندنا اي حاجة تتباع. شكرا. وبعدين فين المعلم فتلة؟ ايوه يا معلم امرني يا بابا. فين البضاعة يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج. بعدين بعدين وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي دي قبض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو دي حاجات تافهه يا دوله. ده انا بفكر اغير الانتريه. الانتريه كمان؟ يا عم اطلع بره يالا. اطلع بره. غسيل بتاعك بره يا حراميه. يلا بره يا حراميه. بره اطلع بره. دوله بص بقى انا كده كنت همشي يا دوله، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ اه تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده؟ بتسرق بيتي. بتسرق بيتي يا حرام. اطلع بره. ماشي بره. اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول بره. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله 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 ده البيت خرب. الو ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده دي ما بقتش شقه، دي حطامه بقايا واطلال شقه. كده يا عادل كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله حقكم عليا. احنا غلطانين سيبناك في الشقه لوحدك.
خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقيه، وكل العرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فات لك كلب ولا كلب. ايه الوسخاتوس اللي انت عايش فيها دي، وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شمها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي عادل، ده احنا ملناش حس من غيرك. انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعه يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جايز راجل بيهرج مع